بعد الأحداث كثيرة جدا منذ أن مسك هذا الأحمق المطاع 10 أيام وجعل العالم كله يقف على رجل، يعني كل العالم، حتى إن نيويورك تايمز كتبت عنه إن اسمه سيسي أمريكا. سيسي أمريكا. الصين استعدت بجيشها، المكسيك عمل بلاوي كبيرة جدا، وآخر حاجة الإميجريشن بان خلى العالم كله يقف، كل شركات الكمبيوتر والمصالح رفعت عليه قضايا، رفعت عليه قضايا، وكذلك مؤسسات الإسلامية أكية وغيرها رفعت عليه قضية حتى توقفه في هذا الأمر. كثير من الناس قاموا بمظاهرات كثيرة جدا جدا. أولا نحن بنرجو الله سبحانه وتعالى أن يهدي هؤلاء الناس إلى الإسلام. اثنين، من واجبنا أن نشكر هؤلاء الذين خرجوا يتظاهرون لا من أجل الإسلام فقط، لا يعرفون الإسلام، لكن من أجل القيم التي تربوا عليها، قيم الحق. قيم الحق هذه ورفع الظلم عن المظلومين هي من أعظم القيم الإسلامية. صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وفي ديننا لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فإذا قلت له شكرا، جزاك الله خير، هداك الله إلى الإسلام، هذه نعمة كبيرة جدا. لأنهم قاموا وتظاهروا مظاهرات في كل مطار، حتى إن المحكمة اضطرت، أو المحاكم عندما رأت هذا الجمع الغفير في كل الأماكن استطاعوا أن هم يوقفوا هذا القرار على الأقل الوقف المؤقت، ونسأل الله أن يكون وقفا دائما، اللهم أمين. وشفنا كثير من المناديب من السيناتور بيعترضوا عليه، وكثير من الناس حكام الولايات اعترضوا على هذا الأمر، حتى في الريبابليك نفسهم، في الجمهوريين نفسهم اعترضوا عليه وقالوا أن خلى البلد فوضى، البلد فوضى. لكن هؤلاء الذين قاموا بيبين أمور، لكن قبل أن نبين هذه الأمور لابد أن نقول لأنفسنا ونهمس لأنفسنا همسا جيدا. أولا، بترى كثير من الناس الذين يكتبون في التواصل الاجتماعي دائما بيجيبوا المسلمين تحت الأرض، زي ما قال هو هذا الأحمق الخنزير الغبي، هذا بيقول المسلمين في قعر البرميل. هو لا يفهم شيئا إلا أن يدير خمارة أو يسرق التاكس زي ما قال على نفسه بالقانون، هذا الذي يفهمه، ولا يستطيع أن يفهم شيئا آخر. يدير شركة، لكن يدير دولة ذات أعراق، مراته معاه جرين كارت، مراته معاه جرين كارت، لما يعمل هذا مع الناس مع هذه العقليات اللي جت تبني أصلا أمريكا، بقت بلد قوية بالعقليات الوافدة التي بنت في هذه البلد، الذي يدخل هنا بيبني فيها وبيضيف ويساهم في الحضارة في هذه البلد. هذا كلام يعني عقلا غير مقبول، عقلا غير مقبول. المسلمين بقى بيعملوا ايه؟ يقول لك الامريكان بيتظاهروا والمسلمين قاعدين مشغولين على انفسهم. مين اللي قال كده؟ من قال هذا؟ المسلمين بيتحركوا في كل الاصعده، وفي كثير منكم حضر، حضر المظاهرات دي، او على الاقل مش اللي قاعدين قدامي كلهم يعني، لكن في كثير من المسلمين حضروا، كثير من المسلمين حضروا. فما تجيبش نفسك تحت. المسلمين بيشتغلوا، والمسلمين لهم يعني اي واحد امريكي تقابله تتكلم معاه يقول انا احسن صديق ليا، احسن صديق ليا المسلم، احسن صديق ليا المسلم. الراجل اللي كان بيتكلم في التواصل الاجتماعي ده في القنوات التلفزيونيه بيقول لك اذا حبيت تعيش في امان ويكون حياتك كلها سعاده اسكن جنب واحد مسلم، هتعيش في هدوء، تعيش في رحمه، تعيش في تواصل طيب فيما بينك وبينه. هذه النظره الحقيقيه، بلاش تجيب نفسك تحت. انما المسلمين زي ما قال ربنا خير امه اخرجت للناس، وبيعملوا على قدر طاقتهم، وان شاء الله الله ناصرهم. كيف ربنا نصرهم بقى وبينصرهم ازاي وبيفتح لهم ابواب؟ احنا نقوله كده رب ضاره ايه نافعه، وربنا يقول وعسى ان تكرهوا شيئا وهو ايه خير لكم. جميل خالص. هما بقالهم قد ايه بيدفعوا ملايين الدولارات عشان يقولوا علينا ارهابيين؟ في 5000 قناة او اكثر، بقالهم قد ايه؟ سنين طويلة.
من الثمانينات لحد النهاردة. وطبعا بعد 2001 اللي عملوه ده الى اليوم يعني ابواق الحرب على المسلمين اللي هم ارهابيين كثيرين جدا مش كده؟ طيب المظاهرات دي بتدل ان الناس دي صدقوا الميديا بتاعتهم ولا كذبوا الميديا؟ كذبوا الميديا. ربنا قال ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليه؟ ليصدوا عن سبيل الله. قال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يبقى كل الأموال اللي عملوها بقرار هذا الأحمق المطاع المفروض نقول له شكرا له، المفروض نقول له شكرا له. عايزين قرارات من دي كتير. بينت أن كل الأموال التي دفعوها ذهبت هباء وسدى، انتهى أمرها. إنما كثير من الناس يعرفون أن الإسلام دين عظيم ودين يشيع الخير ويشيع الرحمة ويشيع السلام ودين قوة ودين حضارة ودين علم، هم يعرفون ذلك جيدا. اسمه ايه الكاتب اللي هو ضد المسلمين؟ كاتب ضد المسلمين اصلا يعني، بيقول لهم ايه؟ مسك الايفون في ايده قال لهم اصلا ابو اللي اخترع الايفون ده مسلم، يعني لو كنا منعناهم ما كانش يبقى عندكم ايفون. هم بيحسبوها بالاموال، بيحسبوها بالاموال. فالله سبحانه وتعالى فتح أبواب للمسلمين أن الله ناصرهم لا محالة، وقد ينصر الله عز وجل دينه بالرجل الفاجر. قد يعز الله الإسلام بالرجل الفاجر. أنت مش قادر تدافع عن نفسك، ربنا هيئ لك العالم كله يدافع عنك، كل العالم يدافع عنك، هذه رحمة. وانت بتعمل ايه؟ ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم على قدر طاقتك. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، الكلام اللي حصل ده ما بيعديش مر الكرام. الكلام ده كلام في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. بمعنى ان ممكن تكون الايام القادمة يكون فيها اساءة كبيرة جدا للمسلمين. لو انت مش بتتابع الاحداث دي تبقى مشكلة كبيرة جدا جدا. انت سمعت عن الخبر بتاع حرق اكبر مسجد في دالاس، مظبوط؟ وسمعت عن الخبر بتاع كيبك، بتاع كندا، اللي الطالب بيقول لهم انا كنت مستنيهم، انا كنت مستنيهم. مستنيهم بسبب مين؟ بسبب الارهاب الاحمق المطاع. يعني المفروض هذا يحاكم بايه؟ بتهمه الحض على القتل والحض على الكراهيه والعنصريه. المفروض يحاكم كده، مش يوقف بس قراره، المفروض يحاكم، يحاكم لانه متخلف، لانه متخلف. الامر ده مش امر بسيط عند المسلمين. المساجد، مساجد المسلمين لابد ان تنتبه. ان شاء الله انا هجلس مع اخواننا في البورد اليوم، كلمتهم بعت الاخ منهم النهارده انه لازم يتعين سيكيورتي اثنين على الاقل، واحد في الامام وواحد في الخلف. والناس لازم تدفع، مش تسمع لي كلام وكلام حلو يا عم الشيخ والسلام عليكم. خلاص اوقف انت، توقف انت، انت توقف. يبقى بعد كده في الصلاه زي ما قلت في الفجر، انا صليت بالهاكم التكاثر كل اورب الناس، كنت عايز اعمل التكاثر على ركعتين. ها ليه؟ عشان خاطر ممكن حد يدخل واحنا بنصلي، ممكن يعمل اي حاجه واحنا بنصلي، وما يدريك ان الناس ديت كل الناس دول عقلاء. امال مين اللي نجحوه؟ مين اللي عطوا له هذه الارقام الكبيره جدا ونجحوه؟ يجي لك واحد مجنون يكون سكران يكون متخلف زيه متشبع بالغباء هذا، ويدخل على اي مؤسسه من المؤسسات يقتل الناس فيها. لكن احنا هنا عشان نحافظ على ارواح الناس بقدر الامكان. اقدار الله، احنا مستعدين لاقدار الله، لكن لابد ان ناخذ الحيطه والحذر. الحيطه والحذر تقتضي في كل صلاه، في كل صلاه، في صلاه، في كل صلاه مجموع الغالبيه الاعم تصلي واربعه او خمسه يقفوا عند الباب. اي حد شكله غريب اتصلوا في البوليس، اي حد شكله غريب اتصل في البوليس مباشرة، مباشرة، عشان تحمي الناس اللي بتصلي. وبعد ما تخلصوا صلاة بدخل انت صلي، وان شاء الله ربنا يعطيك الاجر مثلهم تماما. واجر الحراسة، مش حراسة دي بقى، ده بقت رباط في سبيل الله، ده بقت رباط في سبيل الله. يعني بتاخد اجر كام؟ اجر 70,000 واحد، مش اجرهم هم بس. ومن العيون التي ينقذها الله من النار عين باتت تحرس في سبيل الله، تحرص في سبيل الله. ما تعديش الامر كده ايه يعدي وخلاص. الامر الثاني، انت خارج من بيتك
تخرج من بيتك تبقى انتبه لنفسك، خاصة في وقت الفجر وفي وقت العشاء في أوقات الليل، ولا تذهب إلى الأماكن المشبوهة. وكلنا نعرف الأماكن اللي مش كويسة، مش كده؟ ولا عدد لك الشوارع اللي حوالين المسجد، عددها لك وأقول لك مين اللي فيها عصابات أنت عارف أكتر مني، عارف أكتر مني، وعارف فين العصابات وفين بتوع المخدرات وفين وإزاي بيحطوا كشافات في بيوتهم عشان الناس اللي طالعة ونازلة، وأنت معدي دايما في الشارع بتلاقي البوليس رايح جاي. فانتبه، هذه الأماكن تخليش زوجتك المحجبة تمشي في هذا المكان، وما تمشيش أنت ولا ولدك في هذا المكان. انتبه، انتبه لهذه الأماكن، لأنه ممكن يجي لك واحد سكران أو واحد فقد عقله ويعمل موقف مش كويس مع المسلمين، مع المسلمين. معنى كده ان احنا هنتقوقع في مكاننا؟ لا لا، مش هنتقوقع في مكاننا، لكن الاماكن المشبوهه لا ترتدها، تمشيش فيها ابدا، تمشيش اي حركه مشبوهه حول بيتك، حوالين بيتك، حوالين المكان اللي انت عايش فيه، اتصل في البوليس. الامر الاخير، نكلم بعض الاخوه اللي يقدروا يساعدونا، عشان نكلم بوليس أنهايم يجيب لنا سياره يوقفها هنا ان شاء الله، حتى من السيارات القديمه، من السيارات القديمه توقف قدام المسجد على دائما، ده ممكن يحمي كثيرا جدا ويطرد هؤلاء الناس. الحمد لله احنا مركبين كاميرات في كل مكان في المسجد، حوالي 60 او كام كاميرا، 60 كاميرا، وكاميرات لو انت ماشي في الشارع، في الشارع الرئيسي على بروكهرست، وبتكتب تاكسي مسج وانت في السياره، ممكن تجيب انت بتكتب ايه وبتكتب لمين، يعني حتى لو في الضلمه، مش في الضوء، حتى لو في الظلمة. الحمد لله، الله يجزيه الخير اللي تبرع بيها وحملها للمسلمين، الله يجزيه الخير ويبارك فيه ويكثر من أمثاله ومن أمثال المسلمين الطيبين. الأمور دي أمور عايزة انتباه، عايزة انتباه جيد جدا. المرحلة القادمة مش مرحلة بسيطة، ولو الناس ما وقفتش للدفاع عن الحق الآن، صدقوني صدقوني أقول لكم الكلام ده من زمان، ممكن يبقى في محاكم تفتيش هنا، ممكن يحصل للمسلمين محاكم تفتيش. إذا ما كنت تعرف عن محاكم التفتيش بطلع معنا سيرش وتعرف يعني محاكم التفتيش. فانتبهوا، الله يرضى عليكم، انتبهوا لدينكم، انتبهوا لأعراضكم، انتبهوا لقيامكم، انتبهوا لمساجدكم. الأمر الأخير، المنظمات الإسلامية التي وقفت مع المسلمين ورفعت قضايا لها حقوق، لها حقوق على كل مسلم، حقوق على كل مسلم، لأنها مش بتدافع عن نفسها، ده بتدافع عن وجود وهوية المسلمين، بتدافع عن وجود وهوية الحق، ترفع الظلم عن الناس، ترفع الظلم. أنا عارف بعض الناس عنده باد اكسبيرينس مع فلان أو علان، وفلان ده بيشتغل في المنظمة الفلانية، يبقى المنظمة الفلانية مش كويسة. يا أخي الله يهديك، سيب بقى أم البتاع ده، ارميه في الشرق الأوسط زي ما كنت اللي أنت جاي منه ده، وفكر لمستقبل المسلمين، فكر لمستقبل المسلمين. مستقبل المسلمين ده مهم جدا جدا في هذه البلاد، تكون او لا تكون، تكون او لا تكون. يبقى لابد من اول موقف هذا، لابد ان نقضي جميعا مع هذه المنظمات حتى ناتي بحقوقنا عبر الطرق القانونيه ان شاء الله، ان شاء الله، ونوقف كل واحد عند حده. واحنا مش شويه، احنا مش شويه، احنا ملايين. سيدنا النبي قال لا يهزم 12000 من قله، 12000 لا يهزموا من قلة، احنا ملايين، 10 مليون ولا 12 مليون من 50 سنة كده في أمريكا، ما احنا ما عندناش تعداد نسل، ما دايما بيوقفوا نسلنا كده. من 80 سنة المسلمين مليون، بليون ونص و500 مليون، ما بيولدوش ولا بيخلفوا المسلمين، فاحنا هنا خلينا 10 مليون زي ما بيقولوا، ولا 8 مليون، 8 مليون يا أخي، 8 مليون لو كل واحد منهم عرف الحق الذي عليه، الذي عليه، وقف بجوار هذه المنظمات يساندها بالرأي وبالمال وبالأفكار وبالوقت والجهد إذا كان عنده متطوعا، إن شاء الله ربنا ينصر الإسلام والمسلمين. الحقوق لا تعطى للناس على سبيل الهدية، الحقوق لابد أن تنتزع انتزاعا، تنتزع انتزاعا. فحط كده في عقلك إن المرحلة القادمة هذه مرحلة لابد أن يرى الله منك خيرا لنصرة دينك ونصرة مجتمع المسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعفو عن المسلمين، اللهم أمين، وأن يحفظهم هنا وفي جميع بلاد العالم كلها، اللهم أمين، وأن يعيد للمسلمين مجدهم وعزهم حتى لا يتجرأ متخلف، بلاش أكثر من كده، متخلف غبي لا قيمة له،
يقول على المسلمين مثل هذا الكلام الذي قال. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع الضر عنا وعن أمة الإسلام في كل مكان، اللهم آمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم.